الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكان يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فما له العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آلهة رسل كرام بها إنما اتصلت من نوره بهم. فإنه شمس فاضلهم فواجبها يدرك أنوارها للناس في الظلم. حتى إذا طلعت في أفق عامه ذا العالمين وأحيت سائر الأمم. أمين بخلق نبي زاده خلق بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم. الزاد في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم. أنه وهو بحر في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي عجمي. كأنما اللؤلؤ الأكنان في صدف من بعدها المنطق تحيا العقول كلالا عند رؤيته. كأنما نظرت للشمس من أمامي. طيب يهدي الطول أمهم أعظمه قبال منتشق منه ومنتسم. أبان موعده بعنصره وطيب مهتدئ منه ومختتم. متفرس فيه الورس انهم قد انذروا بحلول البؤس واللقم. وبات ايوان في صرخ ومنصدع كشاب اصحابك والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سال العين من سدم. فساء ساوتها غابت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظم. كأن بالنار ماء الماء بالبلد حسنى وبالماء ماء بالنار بالضرم. والجن تهدف والأنوار ساطعة والحق يظهر من بعد ومن كلام. عم وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة للذار لم تشم. من بعد ما أظهر أقوى مكائنه لأن دينهم المحوى السلام يقوم. وبعدما عينوا في أفق من شهب ولنهزعن من كل شيعة أيهم
أدبارهم. آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا مقاما وأحسنوا هديا كما لنا قبله من قبل هموم اسألوا أجاد وليا مدانا بالضلالة بل يمدده الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الذي كفر بآياتنا وقال له أن مالك ولدنا طلع الرحمن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا اتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين الكافرين تهزهم هزا فلا تحزن عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قالوا اتخذ الرحمن ولدا فجدهم شيئا حتى يكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا لن دعوا للرحمن ولدا لا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل ما في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم قال لئن حكمت الأقدار بخراب مدينة أكادير فإن بناءها موكول إلى إرادتنا وإيماننا. كلمة وجيزة مختصرة من خطابه رحمه الله. قال لئن حكمت الأقدار ولم ينسب هذا القدر للحق سبحانه تأدبا مع الله سبحانه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتاهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها أعطاكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأحسن لكم هذه فكف أيدي الناس عنكم ولنكن
خليلا لو قاتلكم الذين كفروا تولوا لكان ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا نادى الله الذي قد خلت من قبل لتجد لسنة الله تبديلا هو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد ما نصركم عليهم بما تبدون تفصيلا والذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي المعقوب لن يبلغ الهدي لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلمهم فتصيبكم منهم أعراض بغيرهم ليغفر الله في رحمته من يشاء ليذوق عذاب الذين كفروا منهم عذابا أليما جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأزمه كلمة التقوى وكانوا أعطيها وأهدها وكان الله بكل شيء عليما قصد الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين الرؤوس ثم مقصرين لا تخافون علم ما لم تعلموا فكان من نور ذلك فتحا قريبا هو الذي صلى رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا محمد رسول الله الذين معه أشداء وعلى كفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود